السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد التحقيق الذي أجرته شبكة CNN عن وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وإيران. إذن كشف تحقيق لشبكة CNN الأمريكية عن وصول أسلحة زودت بها واشنطن التحالف في اليمن إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وإيران، وأضاف التحقيق أن التحالف استخدم الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات الميليشيا أو القبائل في اليمن، وأكد أن الأسلحة الأمريكية وصلت أيضا إلى ميليشيا الحوثي التي تقاتل التحالف، في إشارة إلى الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون خلال المعارك. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: في ضوء هذا التحقيق، هل البلاد مقبلة على مرحلة أشد من القتال بإرادة خارجية؟ وكيف تسربت الأسلحة الأمريكية لتنظيمات الإرهابية وميليشيا الحوثي في ظل سيطرة قوات التحالف على جميع المنافذ؟ مشاهدينا نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بيعت للحلفاء وذهبت للأعداء، هكذا عنونت شبكة CNN الأمريكية تحقيقها الصحفي عن الأسلحة الأمريكية التي باعتها واشنطن للسعودية، لكنها وجدت طريقها إلى عدو أمريكا الأول تنظيم القاعدة. تحقيق CNN اتهم السعودية والإمارات باستخدام الأسلحة الأمريكية في شراء ولاء الميليشيات، وهو ما ساهم في ازدهار تجارة أسلحة واشنطن في الأسواق اليمنية، وكانت النتيجة تدفق السلاح الأمريكي إلى أيدي المنظمات الإرهابية من البندقية حتى المدرعة الثقيلة. التحقيق الذي أجرته الشبكة الأمريكية اتهمت السعودية بنقل أسلحة اشترتها من الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط إلى مقاتلين في تنظيم القاعدة وميليشيا سلفية، بل أيضاً إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مفارقة عجيبة للحرب في اليمن التي تشن أساساً لمحاربة التدخلات الإيرانية في اليمن. يصف التقرير الأمريكي لواء أبو العباس بالميليشيا المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكن هذه الميليشيا امتلكت عربات مدرعة أمريكية الصنع، رغم أن زعيمها مدرج في قائمة الإرهاب ولا يزال يتلقى الدعم من التحالف. كانت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية قد كشفت في أغسطس الماضي عن إبرام السعودية اتفاقات سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة بهدف القتال مع التحالف وتحقيق انتصارات وهمية على القاعدة. وصول الأسلحة الأمريكية لميليشيات معادية لواشنطن أثار بحسب CNN استفهامات حول إمكانية فقدان واشنطن السيطرة على حليفها الرئيسي السعودية، وما إذا كانت الأخيرة متورطة في نقل تلك الأسلحة إلى منظمات تصنف أمريكياً بالإرهابية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. دكتور محمد هل تسمعني؟ دكتور محمد هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالدكتور محمد جميح قد فقد، ريثما يعود. أرحب بضيفي الآخر سيادة العميد المحلل العسكري السيد حسن الشهري، سينضم إلينا من الرياض. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور، حياك الله أستاذ شادي، تحية لك ولي. حياك الله سيادة العميد. يعني سيادة العميد، هناك أسلحة أمريكية كما وصف تقرير CNN تصل هذه الأسلحة إلى تنظيم القاعدة والحوثيين، يعني كيف تقرأ التقرير الذي أصدرته شبكة CNN الأمريكية؟ أنا أرى ذلك من ضمن خلط الأوراق مع الأسف بالنسبة للإعلام مع الأسف، والمدعوم أيضا من بعض القوى في المنطقة. نعم. أنا أعتقد أنه ما لم يصدر بيان واضح من البنتاغون حول ذلك فهذا تسريبات، لأننا نعتقد بل نؤكد أنه لا زال الإعلام المعادي للمملكة والمحسوب على اليسار في أمريكا، نعم، وبعض أعضاء الكونغرس القليلين والإعلام اليساري بالذات في أمريكا المرتبط بأوباما وكلينتون ومدعوم من الدوحة يمارس هوايته، هو يراهن على أحداث أو
حدثت كقضية خاشقجي أو أحداث اليمن ومحاولة تلبيس القضية ونزعها من واقعها المأساوي إلى ربطها بنواحي معينة، ونشاهد ما يحدث في الحديدة كعزلها عن العمل. وأنا أعتقد أنه مثل هذه الأخبار التسريبات لم تثبت إلى الآن. المملكة العربية السعودية لا تنظر مثل هذا الأمر حاليا، ولا الإمارات. الدولتان تشقان طريقهما لتطوير وبناء الإنسان والتنمية وصناعة السلام ومكافحة الإرهاب. أنا وغزونا الفضاء في هذه الأيام. أنا الحقيقة أشفق على هذا الإعلام المعادي الذي يحاول أن يصب النار على الزيت في وقت نحن بحاجة إلى اللحمة الوطنية في اليمن، وإلى أن يعود اليمنيون جميعا خلف قيادتهم، وأن ينتفضوا من أجل إخراج هذا الحوثي ومن يتعاون معه مع الأسف. لكن يعني سيادة العميد، دعنا لو افترضنا أن بعدنا عن التقرير هذا ونظرنا إلى الواقع، يعني هناك الكثير من الفيديوهات خلال فترات سابقة، ميليشيات الحوثي تتصور أو يتم تصوير مدرعات وهم يحتفلون بالسيطرة عليها، وهي مدرعات تابعة للتحالف. أيضا عندما حررت عدن في الجنوب هناك أسلحة يعني قدمت ل يعني اعضاء مرتبطين بتنظيم القاعده، وكانوا مدعومين في تلك الفتره من التحالف العربي، والجميع يعرف هذا الامر. بدايه ايضا تضمن التقرير اللي اوردته، وايضا مغالطات لا يمكن السكوت عنها. كيف تعمل المملكه العربيه السعوديه على شراء ولاءات للقاعده، ونحن اشد من تاثر فيها وحاربها وطردها من المملكه العربيه السعوديه، ونحاربها في كل مكان. نعم. أؤكد على خلط الأوراق حاليا. الحرب عزيزي والمستمع الكريم، الحرب يحدث فيها مثل هذا الأمر. الحوثيون يمتلكون قوات دولة وهي الجيش الرابع أو الخامس في الدول العربية، ويمتلكون كل مقدراتها، وبالتالي نعم استطاعت أن تسيطر وأن تأخذ بعض المعدات والآليات من الجيش الوطني اليمني الذي تم بناؤه ودعمه لوجستيا وتنظيمه تسليحيا بأسلحة أمريكية وشرطية وغربية وخلافه كأي جيش في العالم، وبالتالي يحدث مثل هذا الأمر. ولكن ندرك أن إيران وقطر هي من تدعم الحوثي وتدعم القاعدة وتدعم أي طرف معادي للشرعية اليمنية وللشعب اليمني. نعم، لكن دكتور أيضا لو عدنا للتقرير، هو يقول أيضا أن المملكة استخدمت الأسلحة لدعم جماعات مسلحة وأيضا قبائل يمنية، كيف تنظر إلى ذلك؟ هذا تزييف للحقائق وتدليس، ولا يمكن القبول بذلك. ندرك أن هناك مع الأسف من شداد الأفاق في بعض الأحزاب اليمنية من يعمل بوجهين، وجه مع الشرعية ووجه مع الحوثي. نعم. وتنظيم المكتبة في مأرب ندرك أنها غرفة عمليات مشتركة، والكثير يعلم ذلك وهو من صناع القرار، وهي غرفة عمليات مشتركة بين الدوحة وهذه التنظيمات المحسوبة على جانب من الأحزاب اليمنية المكرمة في اليمن. ويفترض أن يقول لأهل الحل والعقد وعلى الإيمان والحكمة في اليمن دور. أنا أعتقد أنه سيأتي الوقت الذي يتوقف التحالف عن احتواء جميع طوائل الأحزاب ومفاصل الشرعية حاليا، ومحاسبة كل مقصر، لأنه الموضوع استشرى وبالتالي لا يمكن القبول به حاليا. أنا أدرك أن يحدث أخطاء، وهناك بعض المحسوبيات سواء من سلفيين أو انفصاليين أو أحزاب متفرقة في اليمن، والبعض يبحث عن مصالح ما، ولكن أؤكد أنه لا يمكن السماح للعبث في مستقبل اليمن، لأنه الكثير مع الأسف بما فيهم يمنيون متنفذون يعملون على قتل مستقبل اليمن. نعم، لكن هم أيضا حينما أشار التقرير سيادة العميد لمسألة أنه دعم الجماعات المسلحة، هو يشير أو الميليشيات كما حدد، هو يشير إلى لو يعني عدنا بالنظر إلى كتاب أبو العباس في تعزية، كتاب يعني لاقت الدعم الكثير من الإمارات، وأيضا هناك الأحزمة الأمنية التي أنشأتها الإمارات في شبوة وفي الجنوب وفي أكثر من محافظة جنوبية، هذه تلقت دعم وهي أيضا تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية. لست بصدد الدفاع عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي شريك أساسي، هي شريك وهي الأساس في التحالف يعني الشرعية. ولكن أؤكد أنه كما أمريكا ترى أنه مجموعة أبو العباس إرهابية، فهي لا ترى الحوثيين كما ورد في التقرير إرهابيين، ولا يعتبرون أي فصيل شيعي إرهابي في اليمن، لأنهم يدركون أو يتوقعون أن أعماله
الخبيثة غير متعدية الحدود اليمنية، فهم يراهنون على هذا العمل يقتلون في الشعب اليمني كما يشون إنما يكون هم سالمين. وهذا الأمر تتصدى للمملكة العربية السعودية والإمارات، ندرك أن هناك أخطاء، ولكن السؤال المشروع هل في عرض سؤالك عن ما تقوم فيه الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في اليمن، نعم. إن صح الكلام أو المفهوم بشكل عام، هل هناك جندي إماراتي في هذه الأحزمة أو خلافها؟ كلهم يمنيون، وبالتالي الشعب اليمني هو من يتحمل المسؤولين. وأكد دائما أن البيئة اليمنية ضاغطة والبيئة اليمنية غير موحدة، لا ليست وسائلها موحدة ولا أهدافها أيضا موحدة، وبالتالي يقع على اليمنيين أشقائنا في اليمن الذين بذل التحالف الغالي والرخيص من أجلهم أن يتحدوا جميعا من أجل عدو واحد وهو الميليشيات الإرهابية الإيرانية المجوسية في اليمن. بالضبط سيادة العميد، ولكن لو عدنا إلى أهداف التحالف، يعني هو جاء لمساندة اليمن كدولة وليس كجماعات وميليشيات وقبائل. لم يأتي التحالف لمساندة قبائل وميليشيات، أتى لعادة الشرعية، والأمر هذا واضح ومعلن، ودائما نسمعه من خادم الحرمين الشريفين في مؤتمرات وليس في مقابلة شخصية، في مؤتمرات لقمة الدول العربية أو قمة دول مجلس التعاون، وبالتالي هذا التزام تلتزم فيه المملكة العربية السعودية، بل لن تتوقف حتى تعود الشرعية لليمن. نعم. ما يثار هنا أو هناك هو خلط الأوراق من المعادين للمملكة العربية السعودية وللشعب اليمني. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيادة العميد. أشرك معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم مساء الخير. مساء النور لك ولا مشاهدينك الكرام. أهلا بك سيد إبراهيم، يعني كيف تقرأ التحقيق الذي أصدرته شبكة CNN الأمريكية حول وصول أسلحة أمريكية إلى تنظيم القاعدة والحوثي في اليمن؟ هذا شيء بات معروفا، هناك كثير من التقارير الدولية بما فيها تقرير Associated Press والرويترز، كثير من التقارير الدولية تتحدث على أن الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس فقط يعني تعطي هذه الميليشيات الإرهابية المال والسلاح، وإنما يعني تعمل معها في جبهات عدة، يعني ما رأينا في تعز وما ذكر تقرير CNN بأن الآلات الأمريكية الضخمة التي يحرم بيعها إلى يعني إرهابيين وغيرهم من الذين يعملون خارج إطار الدولة، بات واضحا أنه هناك اختراقات للقوانين الأمريكية، هناك تمويل للإرهاب، هناك جعل اليمن دولة مفخخة يعني مستقبلا. أنا في اعتقادي ما تقوم به المملكة العربية السعودية والإمارات في اليمن هو أشبه بكثير ما حصل في 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 أفغانستان، أي تفريخ وتنظيم الإرهابيين، ومن ثم أصبحت أفغانستان دولة يعني فاشلة ودولة يموج فيها الإرهاب، وأصبحت دولة تحارب من جميع أنحاء العالم، وهو هذا الأمر الذي نحن نخاف منه كثيرا. أنا في اعتقادي أنه المغالطة عندما نتحدث اليوم أن السعودية والإمارات أتت للسعادة الشرعية، وما نراه أمام عيوننا من حقائق أنهم يمولون الميليشيات، ليس فقط الميليشيات الانفصالية وإنما الميليشيات الإرهابية والميليشيات السلفية، ويقوضون الحكومة بكل معنى الكلمة، الرئيس يمنعونه من الدخول، يتحكمون بالمطارات والموانئ ويحتلون الجزر، الجزر الآن محتلة من قبل الإمارات والسعودية، فلذلك يجب أن نسمي المسميات. عندما نتحدث عن السعادة الشرعية، لماذا لا يعود الرئيس؟ لماذا لا تعود الحكومة؟ لماذا لا تسلم الإمارات والسعودية المطارات والموانئ إلى الحكومة اليمنية في المناطق المحررة؟ لماذا هناك قوات سعودية في المهرة؟ لماذا يعني ولا يوجد فيها حوثيين وأيضا في سخطرة؟ لماذا نتحدث عن ألوية العمالقة السلفية الإرهابية التي تمولها السعودية والإمارات، ولا تسمح بالقوات الشرعية النظامية التابعة للرئيس هذه بأن تتحرك في المناطق التي يجب أن تتحرك إليها؟ إذن نحن أمام سياسة الغاب، أمام تفخيخ للحياة المستقبلية لليمنيين، أمام يعني أمور ممنهجة من قبل هذا التحالف الذي أنا في اعتقادي أصبح يشكل خطرا على اليمنيين أكثر من الحوثيين، لأن الحوثيين مجرد ميليشيا سوف ينتقم منها الشعب اليمني، سوف يتخلص عليها زي ما تخلص على أبائهم الإماميين. فلذلك التفخيخ الأكبر والأخطر عندما تصبح اليمن يعني مجرد
كانتونات بيد المنظمات الإرهابية التي يعني تمونها الإمارات والسعودية. أيضا رأينا التقارير الأخيرة حول السجون السرية وتعذيب اليمنيين في كثير من المناطق بإشراف الأمريكيين، والسجون هذا تحت يعني سيطرة الإمارات العربية المتحدة. هناك تدمير ممنهج لليمن، يجب أن نسميه كما هو. يعني إذا الأخ أو العميد أو أي واحد آخر يود أن يقولنا أن هناك حقائق خيالية أخرى يجب أن نفهمها ويجب أن نكذب أنفسنا والواقع، فهذا الشيء راجع إليه. نعم، إذن ابقى معي سيد إبراهيم. يعني أعود إليك سيادة العميد حسن الشهري. سيادة العميد، يعني لعلك استمعت لما طرحه المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، هو يقول أن الوضع في اليمن ووجود التحالف بات يعني تسابق على تقاسم الجزر والمدن، وأيضا دعم ألوية لا تدين بالولاء للدولة ودعم يعني جماعات وميليشيات، وتحدث الكثير، لعلك سمعت لما قال. صحيح، أولا وإن كان لم يحيينا الأخ إبراهيم ولكن تحية أيضا له. أنا أعتقد أنه ينطلق من موقف، لكن مع الأسف موقف أيديولوجي، ولو سلم اليمن مثل هؤلاء لكان بخير. إن صح التقرير فحزب الإصلاح هو من سلم تلك الأسلحة بالكامل للحوثيين وللقاعدة، لأنهم أصحابهم ويتعاملون بشكل كلي ويدارون من قبل بعض المحسوبين ومعروفين بالاسم. عندما تخلص الشعب اليمني عام 62 من الكهنوت لم يكن بينهم عملاء لطهران والدوحة والتنظيم الدولي للإخوان، لذلك نجح. وعندما أصبح البيئة جاهزة في اليمن لوجود مثل هؤلاء العملاء، أصبح اليمن مشرعا لكل من أراد أن ومثل السوق المفتوح أن يتسوق. مع الأسف الشرفاء في اليمن مغيبين عن الواقع، والعابثون بأمن اليمن هم من يتسلط على رقاب الشعب اليمني في هذه المرحلة. من يتعاون مع طهران والدوحة وأنقرة والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين فهو في غير مأمن، وسيؤدي ببلده إلى التهلكة كما حدث في العراق وسوريا وليبيا وكما يحدث الآن في اليمن. لا نستطيع أن نفرق الحوثي والإخوان المسلمون والإرهاب في اليمن وجهان لعملة واحدة ضد الشعب اليمني ولقتل المستقبل، ولا بد أن نضع النقاط على الحروف في هذه المرحلة. أنا أعتقد أنه يقع على عاتق الشرعية حاليا، ومع الأسف الكثير من المتنفذين في حزب الإصلاح هم من يتشبك بمفاصل الدولة الآن، وهم من يمنع الرئيس من بحجة العودة إلى الداخل، وهم من يعين القادة الذين ينفذون مآربهم، وبالتالي الخلل في البيئة اليمنية. أكرر دائما وبكل أمانة وإخلاص ومحبة للشعب اليمني أن البلاء في الجسد اليمني من اليمنيين أنفسهم، إذا لم يحددوا وسائلهم ويوحدوا جهودهم سيبقون في هذا المستنقع لفترة طويلة من الزمن. نعم، يعني نفهم منك سيادة العميد أن صراع التحالف فيما هو حاصل حاليا في اليمن وخارج إطار الدولة هو مع كل ما ذكرت. لا شك في ذلك، ولا يوجد صراع بين أجزاء التحالف ما بينهم، لا بين السعودية والإمارات ولا أي دولة مشاركة، والكل يقوم بجهود. تحدث أخطاء ولكنها غير متعمدة. هناك الفرق في الحكم بين يكون خطأ متعمد أو يكون خطأ غير مقصود، وبالتالي أنا أعتقد أنه الكرة في ملعب البيئة اليمنية البحتة فقط. الشعب اليمني قدم الكثير وصدق، والآن عليه أن ينتفض. نلاحظ أن بعض القبائل التي انتفضت في شمال غرب اليمن في حجة حتى الشرعية لم تقف معها في الوقت المناسب. كما على أسف خلل ما لا بد من إصلاحه، لا بد أن نكون واضحين. فلتذهب الأيديولوجية إلى جهنم، والمحسوبية والمناطقية وخلاف ذلك. اليمن سيبقى وسيموت كل من عاد اليمن. نعم، لكن سؤال أخير هنا، سؤال أخير هنا في إطار الموضوع سيد حسن الشهري. يعني الكثير يتساءل كيف تمكن الحوثيين من الاستيلاء على جزء من الأسلحة، والتحالف هو من يتحكم في جميع المنافذ اليمنية، ومن يمتلك القوة الأكبر على الأرض. الحوثي الإرهابي عندما استولى على بعض المعدات كان في معارك مع الجيش اليمني، ولم يكن في تلك المراحل، كانت في بداية تكوينه وتنظيمه، وبالتالي يحدث في الحروب. ليست المعدات أرخص من الدماء. قتل من الجيش الوطني حوالي 40,000 إنسان إلى الآن نحسبهم عند الله شهداء، وجرح مئات الآلاف.
ليست القضية قضية أنه استطاع الحوثي أن يستولي على معدة أو معدتين أو 10 أو 100، لا هذه نعم. ليست القضية وليست المشكلة، المشكلة في خلط الأوراق والاتهامات الغير مبررة في من ضحى وقاوم العالم بالكامل، وأقصد هنا قيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي والذي ضحى من أجل مع الإمارات ودول التحالف العشر، ولا زال في اليمنيين مع الأسف من يبيع ضميره وكل مقدرات الأمن من أجل حساب خاص أو من أجل ولاءات أيديولوجية لا قيمة لها. اليمن أكبر من الجميع ويجب أن نناقش مشاكلنا وبكل وضوح وبكل صدق ونقبل بعضنا لبعض. أنا حييت زميلي إبراهيم وهو لم يحيي، وأنا أعرف أنه إصلاحي وقد يكون من بايع المرشد في القاهرة في يوم من الأيام. نعم. هذا لا يهم. لكن إذن وضحت فكرتك سيدة العميد حسن الشهري، وأشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري العميد حسن الشهري، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، استمعت لما طرحه السيد العميد حسن الشهري ولك الرد. أنا في اعتقادي أن العميد الشهري يدرك بداخلي أن كل ما يقول ليس صحيحا وإنما مجرد مغالطة إعلامية. أولا قال أن من سلم الأسلحة لدى إلى الحوثيين والقاعدة هم تنظيم الإصلاح أو حزب الإصلاح. يعني إذا تحدثنا بهذه الطريقة، أولا تقرير CNN كان واضحا أن الأسلحة هذا كانت في الحديدة، فالحديدة تقع تحت سيطرة الميليشيات التي تمونها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا وجود للإصلاح هناك. يعني هذا نقطة يجب أن تكون مفندة وأن تكون واضحة. نعم، لكن الرجل يقول أن هذه التقارير سيد إبراهيم وأيضا يعني ما يصدر عن وسائل الإعلام بشكل متواصل هو نوع من الابتزاز كما وصفه، يعني وهناك أغراض لهذه الوسائل. هل نكذب يعني حقيقة أمام أعيننا ونصدق أقاويل وهراء وكذب وسائل إعلام أو أبواق تتبع لأنظمة؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية عندما يتحدثون عن الإرهاب وعن التنظيم الإخوان الدولي وما إلى ذلك، يا أخي الإرهاب أتى من المملكة العربية السعودية، هم من أنشأوا تلك التنظيمات السلفية الجهادية الإرهابية في أفغانستان ودعوا إليها ودعوا إلى الجهاد في كل أنحاء العالم. أي أن أيضا من هدم الأبراج الأمريكية هم في الغالبية سعوديين، فلذلك يحاولون أن يلصقوا التهم التي هم يعني أساسها بالآخرين. يعني كان واضحا يتحدث انه المساله مساله اليمنيه، فلذلك اذا كانت المساله مساله يمنيه وان الفشل فشل يمني فليبعدوا عنا ويخلونا نحرر انفسنا او نتصرف كيف ما نشاء يعني في 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 مستقبل بلادنا. لكن ان يقول انه هم يسيطرون على الموانئ والمطارات ويحمل الشرعيه وانها المساله فالشرعيه، يعرقلون عمل الشرعيه، يعرقلون استعاده الدوله، يقول انه التنظيمات الارهابيه وغيرها، ويتحدث اولا الاصلاح يعني تجمع حزبي سياسي سلمي، يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها، نختلف معه ايديولوجيا أو نتفق معه، لكن أن يجي أن واحد سعودي ولا إماراتي يقول لنا من الإرهابي ومن السلمي على أساس أهوائهم وأجندتهم فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. يعني هناك لكن دعنا يعني من هذه الجزئية وننتقل إلى جزئية أخرى سيد إبراهيم، وهي عن السياسة الأمريكية وموقفها من التحقيق الذي ورد في CNN. الأمريكيون أنا في اعتقادي في الأيام القادمة سيكون هناك المسألة في السياسة الأمريكية أنهم سلموا الملف اليمني للإمارات والسعودية ودعوهم يعبثوا بهم لأنهم المسؤولين قانونيا وأخلاقيا وماليا، ولذلك هم يتورطون، الأمريكيون والغربيين يرونهم يتورطون، وفي نهاية المطاف سوف يعني يحاسبونهم كما حاسبوا صدام حسين، كما تدرك يعني في كما هو واضح في السابق أنه مولوا صدام حسين لحربه على إيران ومن ثم حاولوا قلعه واستئصاله وأتى دمار العراق على هذا الأساس. الآن يحدث في الخليج نفس الشيء، يورطون الإماراتيين والسعوديين بحرب ليسوا أهلا لها ولا يستطيعون حتى كما ترى التقدم في أي جبهة اليوم، يدمرون اليمن، يمولون الميليشيات، يقومون بتقويض الحكومة الشرعية، والأمريكيون يشاهدون ذلك. هناك الآن حدث جديد داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهو أن هناك
كونغرس جديد منقسم يود أن يحاسب أو يعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية والإمارات. وسنرى في الأيام القادمة أن هناك سيكون جلسات استماع للحكومة الأمريكية بخصوص تمويلها لحرب السعودية والإمارات في اليمن، وكيف أن هذه الأسلحة وصلت إلى أيادي الإرهابيين والمتطرفين، وكيف أن الدمار هذا حل باليمنيين، ومن ثم سيتم تقييم تلك العلاقات وربما رفع القطاع السياسي الذي أعطته الإدارة الأمريكية لهذه الحكومتين التي يعني تعبث بمستقبل اليمن، التي تدمر البنية التحتية والتي تقول أنها تقوم باستعادة الشرعية وتعمل عكس ذلك تماما. يعني أنا في اعتقادي أنه الآن من يدمر اليمن التدمير الحقيقي هم التحالف بقيادة الإمارة السعودية والحوثيين. الحوثيين سيظل مرض داخلي سنتخلص منه عندما ينتفض اليمنيين ضده، لكن الآن من يقوي ميليشيات الحوثيين هو تصرف التحالف السعودي الإماراتي من خلال تمويله تلك الميليشيات الإرهابية، من خلال إهانة اليمنيين في المطارات وفي الموانئ وفي كل مكان، من خلال إهانة المسؤولين اليمنيين الذين لا يستطيعون حتى التحدث بكلمة واحدة ضد السعودية والإمارات، إهانة اليمنيين من تجويعهم وإغلاق المنافذ التي من خلالها يصل الغذاء والعلاج إليهم، وهو هذا إهانة متعمدة. وضحت الصورة سيد إبراهيم. يفكرون أنه من خلاله سيقومون بتخديع الشعب اليمني، لكنهم يعملون عكس ذلك، والأيام ستكون مليئة بالشواهد وأن هذه السياسات ستنقلب ضدهم وضحت الصورة يعني في المستقبل القريب. وضحت الصورة سيد إبراهيم القعطبي. وإلى هنا انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام. أشكر ضيوفي السيد إبراهيم القعطبي المحلل السياسي كان معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا ضيفي العميد حسن الشهري المحلل العسكري كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا له. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.